الرحمن الرحيم. إذا بداية المباراة هنا في الملعب الأولمبي في انتظار صافرة الحكم با حسينو بين ترارزا وفريق تفرق سينا. الدوري الوطني يعود من جديد بعد التوقف وبعد أيام الفيفا، بعد مباريات المنتخب الوطني وبعد حوار الكاف على مستوى الكونفدرالية ودوري الأبطال. الدوري يعود من جديد. حذاري، أخطاء دفاعية قد تكون بل قد تخرق سفينة ترارزا وأبناء النهر مع البداية. عبد الشماط يرجع لبادو، بادو مع عبد الله، عبد الله صامبا، عبد الله مع بادو في اليسار، يفتح المجال مع ديمبا تراوري في الاستقبال. ديمبا 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 مازال ديمبا الى من مازال نجح في المرور. عرضيه عرضيه خطيره 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 مازال، يا سلام، نعم 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 نعم، مازال ولم يزل الخطر. فريق تفرق زين يفتتح النتيجه ويتقدم بالهدف الاول في مرمى ترارزا. وهنا العرضيه المثاليه، المتابعه والتسديد و فك الشفرة، ينتهي بتقدم تفرق زينة على فريق ترارزا بهدف مقابل لا شيء، سجل محمد جاي في الدقيقة 12. عبدو شمات الى بقيقو، الكرة تقطع امامية، كل وترى، خطيرة 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 خطيرة، ممتاز الشيخ جاكنا دولة بامتياز الى حمود جاي، ممتاز الكرة، السلام جميلة جدا، شيخ الشيخ الشيخ حطاب 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 حطاب، خطيرة 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 حطاب، مازال مازال عرضية الكرة، يا سلام على ذاك. حماد جاي، البينية ممتازة، كرة من صامبا موسان جاي، صامبا صامبا إلى برداز العابدين، برداز بامتياز إلى ديمبا تاوري، خطيرة خطيرة خطيرة، ديمبا ديمبا عرضية خطيرة، الثاني 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 الثاني، الحسين با يرفض الهدف أم ماذا؟ لا، بل يقول الهدف الثاني لصالح فريق تفرق زينة. هنا ديمبا، هنا ديمبا، عرضية مثالية، المتابعة من الشيخ الحطاب والإنهاء من سيدي معطلة. حمادي حمادي إلى من يا حمادي؟ تقطع من برام، الكرة ممتازة، خطيرة 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 لفريق ترازا، خطيرة، ماذا هناك؟ ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لصالح فريق ترارزا. عبد القادر صو يقلص الفارق لصالح فريق ترارزا من هذا المكان، ركلة حرة مباشرة لفريق ترارزا. الكرة خطيرة 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 ولكن يتألق جاكنا، اتجاه طولية أمامية، عبد الشماد في التغطية، خطيرة 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 جدا، ضاعت الفرصة على عبد القادر صو، والحكم با حسين ينهي المباراة بفوز فريق تفرق زينة الذي يحقق أول انتصار له في الموسم الجديد، بينما فريق ترارزا يتلقى الخسارة الثانية.